سلام بنات والولاد، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو كيف العاده. ديما فيديو جديد، نهار جديد، واحد نهار صراحه اللي هو مميز بزاف بزاف عندنا البنات، لا بالنسبه ليا لا بالنسبه لاختي بابا العائله ديالنا كامله، حيت اليوم البنات عيد ميلاد ديال ماما. وغادي تلاحظوا بانني انا كنهضر غير بشويه البنات، حيت ماما يلا كي خليتها طلعت الفوق عند المعلم، حيت عندنا هكا شي حاجه كنصوبوا فيها وان شاء الله غادي نشاركوها معكم باش تعرفوا شنو هي. صافي، وانا نشعل الكاميرا وقلت دابا نهضر معكم لحدها ما كيناش. بغينا البنات هكا نوجدوا لها واحد مفاجاه اللي هي بسيطه بزاف البنات، غادي نحاولوا غير هكا شي حاجه هي كتعجبها نديروها ليها، يعني داكشي اللي بسيط اكثر ما تتخيلوا. مهم البنات، وخصوصا انه جاوني في الكومنتات بزاف بان الفلوس اللي خديت من يوتيوب، وغادي نبقى نشكركم، شكرا لكم بزاف بزاف، حيت بالفضل ديالكم نتوما انا قدرت نوصل لهذا النهار. وبزاف خلاو ليا بان خدي شي حاجه ماما كنادك فلوس، ديري ليهم شي خريجه تكون زوينه، وبزاف ناد الحويجات. انا البنات راه ماما اي كادو ما غاديش ننفي به حقها، يعني اي حاجه ناخذها ليها راه قليله في حقها البنات، واكيد ان شاء الله غادي ناخذ لها كشي كادو، ولكن ماشي في عيد ميلادها اليوم. اليوم ان شاء الله غنحاول هكا نديروا لها واحد الخريجه اللي خفيفه زوينه، غير الحاجه اللي كتبغي هي، حيت دابا بني كيكون هكا شي واحد عنده عيد ميلاد البنات اكيد غنديروا ليه داك الحوايج اللي كيعجبوه. داكشي علاش ماما الصراحه كتعجبها الحلوه، فيا من صوبها لها في الدار يعني، ولكن ما غاداش تقى انها مفاجاه. وبصراحه هي كتعجبها هكا الحلوه ديال على برا، يعني دوموندينا عليها. انا البارح البنات مشيت انا وبابا دوموندينها من نافال، صراحه غادي نشاركها معكم دابا ملي غنرجع. مهم غزالات ديالي اختي راه كاينه باركه، ولكن باقا باش تبان زعموها البنات في الكومونتيرات. مهم بابا حتى هو غادي يجي دابا، كيف قلت لكم ماما غير طلعت تشوف هكا المعلم، حيت خاصنا واحد روبيني غادي نديوه دابا نبدلوه. هي الصراحه ما عارفه والو، هي عارفه بان اليوم عيد ميلادها، ماشي ما عارفاش، تقدر تكون عارفه باننا غناخذوا لها هكا شي حلوه ولا شي حاجه، ولكن عيد ميلادها ما جاش بالحد تقريبا بحالي انا. ودابا بغي يجي بابا، غنمشيو قلت له روبيني انا غادي نمشي بالخف انا وياه، غادي نجيب الحلوه غادي نحطها هنا في الدار، غنخليها هي تتهبط عاد باش غادي نطلعها الفوق البنات باش ما تشوفهاش، ومن تما غنمشيو نبدلو روبيني. وهذيك الساعه غادي نديها لواحد البلاصه انا واختي وبابا. الصراحه هادشي كامل درناه بثلاثه، يعني ثلاثه كنتفقوا عليه ملي كيكون عيد ميلادها. قولوا لي البنات شنو اكثر بلاصه ماما كتحماق عليها؟ المهم حنا غادي نديوها البلاصه اللي كتعجبها بزاف بزاف، كيف قلت لكم اي واحد عنده عيد ميلاد اكيد غادي تختاروا ليه دائما الحوايج اللي كيعجبوه، وانتم اكيد اكيد غادي تكونوا عارفين ماما شنو الحاجه اللي كتحماق عليها وكتنساكم وكتنسى انتم فين. مهم انا متاكده بانكم غتكونوا عارفين. مهم غزاله ديالي، من تعطلت عليكم بزاف الهضره، ماما تقريبا راه حسيت بها غادا تبطى بشويه حيت طلعت غير تقول لي شي حاجه. مهم خليكم معايا وما تمشيو فين. المهم البنات دابا جينا لنافال باش غادي نديو الحلوى. شوفوا البنات التشكيلات اللي عندهم، ها انتوما صراحه عندهم حلوى زوينه بزاف بزاف البنات، ها انتوما بحال هادي راه كتكون حتى هي جديده مصوبه جديده، ها انتوما شوفوا التشكيلات، ها انتوما الحلوى عندهم واعره البنات بصراحه، ما عندي ما نقول، ها انتوما شوفوا هادو. نحنا البنات خدينا ديال هذا عجينة السكر، أنا غنوريها ليكم حيت عارفاش أن ماما كتعجبها الصراحة بزاف بزاف، داكشي علاش خديناها. المهم أنا نزلت دابا أنا ودنيا بابا في الطوموبيل، هانتوما شوفو هادي ميفاي داروها بشكل جديد، شفتيها زوينة هانتوما، يعني دارو لها ديكور جديد. المهم هاي تعطيني حلوة وغنوريها ليكم. المهم البنات هانتوما هادي هي الحليوة، عندكم ها هكا تشوفوها بالخف حسن في الدار، دابا غي جمعوها لينا. المهم البنات عندهم حلوة واعرة بزاف بزاف، هانتوما غنوريكم حتى هكا بلاطوات ديال اللوز وداكشي، هانتي صافي غير جمعيها ليا، صافي غير جمعها هانتوما. شوفو هذا بلاطو ديال الصابلي، هانتوما جميع الأنواع ديال الحلوى البنات راه عندهم، عندهم بريوات ديال اللوز واعرين بزاف
بزاف بزاف، عندهم مال تعبان حنشة، يعني عندهم داك الشيء صراحة فن واعر بزاف بزاف. شوفوا هادي الحنشة بلاطوا ديال اللوز، صراحة عندهم داك الشيء واعر بزاف بزاف. المهم أنا وصلت الدار وغادي نوريكم النمرة ديالهم راه مخليينها، ونوريكم الحلوة مزيان. هانتوما البنات شوفوا الماكارون عندهم واعر غزال بزاف بزاف، شوفوا غير اللوينات شحال واعرين، فنيين البنات فنيين. شوفوا هاد الصفير ماما تحماق عليه راه دابا مكيناش. شوفوا هذا عندهم الكاليتي والجودة بزاف بزاف البنات، حنا راه كنتعاملو معاه من شحال هادي بزاف تقريبا، كاع هكا الحلوى كناخدوها من عندهم. داكشي واعر، وهاد الماكارون راه سارعينو فغيمون جا واعر. شوفوا البنات كيف داير، هانتوما شوفوا اللوينات كيفاش دايرين. شوفوا أما البلاطوات هانتوما ديال الحلوى، الحلوى البنات عندهم جديدة وخطيرة بزاف بزاف، منقولش لكم وخا نبقى نشكرهم. أنا ما صورت لكم عندهم حتى عرفت بأنهم يستاهلوا، يعني عندهم كلشي واعر بزاف بزاف، هانتوما واعر داكشي. المهم هادي حلوى رجعوها لينا، كلشي عندهم دوال البنات وكيديروا كلشي، عندهم سلو عندهم شباكيه عندهم بريوات عندهم حنشه. شوفوا هاد الشباكيه هانتوما، الشباكيه باينه تبارك الله هانتوما كتشهي. المهم هذا باتيسري البنات نافال جا شارع الزجار، هانتوما شوفوا بريوات سلو ميفاي. ماما البنات راه كل تقريبا كل صباح خاصها ضروري بتيبان من عندهم، بتيبان عندهم خطيره. المهم انا راه شكرتهم لكم حيت عرفتهم فريمون يستاهلوا، حنا كنتعاملوا معاهم من شحال هذا، كلشي كلشي عندهم زوين. حلوه لاكريم راه روعه بزاف بزاف، ودابا حاليا دابا مع قريب رمضان يعني كلشي جديد، شباكيه بريوات سلو كلشي كلشي موجود. المهم الزرات ديالي انا قبل داخل باش صورت لكم هانتوما. المهم دابا غادي ندي الحلوى باش ما تخسرش وما تذوبش، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. غنخلي لكم النمره ديالهم، المهم هو راه سميتو باتيسري نافال، راه جا في شارع الزجار هانتوما، تنخرج ونشد عليه من برا وغنوريكم. المهم غزالات ديالي هانتوما باش نشد لكم على الباتيسري من برا، ها هي سميتو هانتوما، شوفوا كيفاش كيجي. والبنات راه كيجي في شارع الزجار تقريبا حدا القيصريه هانتوما، وانا البنات راه ما صورتو لكم حتى عرفتو كيستاهل هانتوما، ها هو راه في الشارع كيجي بحال هكا. المهم البنات غادي نديو دابا الحلوى للدار، غادي نحاول انني نطلعها البنات هكا بلا ما تشوفها مع ماما. قال لي بابا مقابله مع الفحص. المهم الغزالات ديالي دابا من بعد ما مشينا بدلنا روبيني، صراحه ما شديتش لكم لقطات تما في القريعه، حيت صراحه هذا الفيديو ما غاديش يكون داخل فيه هذوك اللقطات ديال روبيني. المهم ها هو راه بدلناه، ودابا حنايا في الطوموبيل، ها هو بابا وها هي ماما. علاش ما قلتي السلام؟ ديك السلام عليكم. انا سلام ديجا قايله السلام، قولها غير انت دابا. السلام عليكم كاملين، كديرين لاباس عليكم، كديرين مع الصحة، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم تتشاهدوا هذا الفيديو لي ما عارفه والو. دابا اصلا قلت لها غادي نسجل واحد القيطه ديال روبيني، قالت لي قالت لي انت ما سجلتي والو في القراءه، كيفاش عاد غتقولي لهم راه بدلنا روبيني؟ كنقول في خاطري. المهم انا ما نحكش لها المفاجاه، هي اصلا دابا غادي يبان لها حنا ماشي في نفس الطريق، هي عند بالها غادا لبلاصه اخرى. انا راه عارفه حنا دابا في طريق اخرى، عندي عيد ميلاد ديالي، ولكن راه في واحد تماره وفي يونكا راه قلت عالين وبعد معلمين ليكم، حنا راه عندنا شي لعيبات يعني اللي مر عندنا سنه حلوه. جميل يلا نقولوا لها دابا نتمنى ليكم انتم ان شاء الله طولة العمر، وتاعوا معايا يا ربي طولي في عمري باش نبقى هكا مع بنياتي حتى نهار الله اللي غادي توصل الساعه ديالنا، وديك الساعه هاجي حبيبه. غبرت عليكم انا شويه ماشي مشكل، راكم عزاز راكم عزاز وغالي على قلوبنا. في غادة مع شويه الخدمه في غادي في غادين. يلا قولي انت احسن بلاصه كتبغي تمشي لها. هو الصراحة أنا نقول لكم كاينين بزاف ديال البلايص، كاينين بزاف ديال البلايص، كاين بلايص الفوق، كاين بلايص هكا، كاين بلايص هكا، يعني ماما ما نقولش لكم نتوما عارفين. يلا قولي لينا أختي دابا هاد الطريق اللي حنا غاديين فيها فين حنا غاديين؟ شبيت فيها ريحتها قربنا البنات قربنا شبيت فيها ريحتها
وليتي كتمشي مشمي ريحه ديال شي واحد اللي كان سخفان وغادي يفيق. ها انتما شتي باش نقول لكم، ها انتما راه داكشي اللي قلت لكم باش عارفه غير من هكا، يعني شي واحد البنات كان سخفان ما فاتها مهيم لا حاجه لا حنا غادي وهي غادا تشوف البنات. المهم هي عزيز عليها هادشي، وكيف قلت لكم شي واحد عزيز عليه شي حاجه اكيد غادا ديرها لي، مثلا شي واحد عزيز عليه الحويج بزاف اكيد غادي تاخذ ليها هكا شي حاجه ديال الحويج، فهمتوني؟ المهم ماما راه دابا عاد باش غادي تبدا هكا تعرف اشنو كاين من خلال الهضره ديالنا. والله حتى غير شي حاجه بسيطه بزاف بزاف البنات كتشتيت في التنشيط، هاد البلاصه هنا ديال التنشيط حيت انا عارفه تنمشيو لحد اليوم، ماشي لحد اليوم ماشي لحد ميلادي انا راه 24 اليوم راه الاربعاء اليوم الاربعاء البنات، يعني ماشي لحد وحنا ما كناش غادي من هاد الطريق، يعني هي عارفه حنا غادي من طريق اخر بديكم البنات. اليوم ميمة عندها عيد ميلاد، انا سعيده ميمة ميمة عندها عيد ميلاد ايوا تنتمنى لكم كلشي الخير يا ربي، ان شاء الله تكونوا فرحانين في حياتكم يا سيدي ربي، وان شاء الله يدخل علينا سيدنا رمضان بالصحه والسلامه. بدات ريحته كتبان الحمد لله، وانا فين ما مشيت وفين ما كنت راه تكونوا معايا. المهم البنات غير شي حاجه بسيطه، لايك لايك ديروا لايك، قالت لكم ديروا لايك للميمه عيد ميلادها، يلا اللي تتبغي ماما رشيده وخاتها رشيده ديال لايك 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 يلا. المهم غزاله ديالي يلا خليكم معنا في هذا الفيديو حتى الاخر وباش تشوفوا شنو كاين وشنو غادي يطرا وشنو غادي يجرى. المهم غزاله ديالي خليكم معنا وما تمشيو فين. ها انتم البنات دابا شوفوا فين وصلنا، صافي ماما عرفات دابا راسها كانت سخفانة شوية صراحة مع عندنا التمارة وداك الشيء، دابا قولي لي لا دابا حسيت براسي بحال غادي تمشي ليا. هانتوما أنا بحال غادي ديسكتي من جديد، يا ربي لهنا تحرم شي مسلم من هاد الشيء. هي كتبغي هاد الشيء حتى ولا هاد الشيء حتى ولا عندو حتى ولا ما عندوش، يا ربي ما تحرم حتى شي واحد داك الشيء اللي كاين. عرفتي تنكون مريضة بس هاد الشيء تندير وانا ناكل في اللحمه ملي كنت صغيره كنت نقول لماما عطيني حيمه عظيم واش حيمه وقصيبه يلا وشوف يعني سليطه بلات كلشي صغيره انا عندي 6 سنين 5 سنين 7 سنين حتى خاصني نبغي الحيمه واش حيمه وعظيم وكلشي كلشي يعني كلشي. محمد مقدم معايا حياته كله على الحيمات وهو قلبي ما كان بغي يتقوت. ايوا الحمد لله عرفتي الحمد لله والشكر لله يا الله يخليها ديما فكروا فيا في هذا عيد الميلاد وقال لك جابوني وكايا الله يخليها. عارفين اليوم ماشي الحد وجبناها لهنا، انت عارفه الحد حتى الخطوبه تاع الناس وكان ايامات فرنسا كان فيها باس الحمد لله. اليوم عيد ميلاد البنات، عيد ميلاد ما فيها باس ضروري هكا شي حاجه بسيطه. المهم البنات خليكم معنا نموت عليك. المهم غزالات ديالي دابا يلا كيدخلنا للدار، انا بدلت ولكن ماما قلت ليها ما تعليش ما غاتبدليش حيت انا تنخصها نحيي الزيت ونحيي هذا دابا يدار قالت لي ماما غتسني واحد دقيقه وكان انا عرفت هذيك الدقيقه راه عارفه عرفتيها حيت دائما الصراحه دائما هكا عارفين قلبي اش يبغي، راه عارفين انتم الشواوي
وحليوه يعني غتكون باينه شويه. صافي البناتي دابا ما عارفاش انا كلا خليك بجلابيتك خليك بزيت انا عاد ندخل تنديرها تنديرها قالت لي لا خليك واحد الدقيقه. المهم غزالات ديالي دابا غادي نقول لها هي سيري بركي واجيو نتوما معايا ياك. مح عليكم. المهم غزالات ديالي دابا انا جيت هنا الكوزينه بغيت نوريكم بعدا الحلوه دابا مزيان حيت كبيره بصراحه كنت في الباتيسري يعني صداع داك الشيء وما وريتهاش لكم مزيان. المهم غتبان لكم هكا السميه ديالهم عند نافال. بالنسبه للنمره ديالهم ها هي البنات بحال هكا الا بغى شي واحد يسكرينيها ها نتوما يعني راه باينه واضحه كيف قلت لكم الا بغيتوا تسكرينيوها ها هي النمره ديالهم الا بغيتوا تواصلوا معاهم هما غادي يقولوا لكم بالضبط يعني دوك الحويجات اللي بغيتوا تعرفوها نتوما راه كاين حتى فين جاوا نتوما. اما بالنسبه للحليوه ها هي البنات نتمنى يعجبكم الديزاين اللي اختاريت انا ودنيا وبابا. الصراحه هي ماما ما كانتش عارفه هادشي درناه ثلاثه يعني انا ودنيا وبابا ها نتوما. هي البنات كتعجبها هاد الحلوه اللي كتكون هادي الصراحه راه حلوه ديال العراس يعني هي كانت كتعجبها داكشي علاش حنا خديناها لها وما خديناش لها حلوه ديال الشوكولا اولا باي نكهه اخرى. خدينا لها هذه بيضه بعجينه السكر ديال اللوز ها نتوما شوفوا كيف كتجي. المهم كيف قلت لكم انا ملي كنت مصوبوا عليك اليوم صوبوا لي بحال هذيك اللي كديروا في العراس وداروا هاد الديزاين حتى هو بصراحه زوين ها نتوما. لعبوا غير على البيض وعلى الدوغي وهنايا راه قلنا لهم ديروا لينا هكا سنه سعيده ماما حبيباتي ها نتوما ماما حبيباتي. المهم غزالات ديالي دابا غادي نديوها وخليكم معانا. ها نتوما غتبان لكم غير شميعه وحده هنايا. الصراحه ماما ما كتبغيش البنات هكا تفش الشمع ديالها انا راه غير درت هكا دابا وحيده باش يكون هكا الجو ديال عيد ميلاد ديال بصح. اما هي الصراحه ما كتفش الشمع نهائيا هي بحال هكا. المهم غزالات ديالي اجيو معايا دابا باش نديو هاد الحليوه يلا وبطبيعة الحال نقولوا لها جويز انيفيرسير ماما جويز انيفيرسير جويز انيفيرسير ماما جويز انيفيرسير هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تو ماما هابي بيرثدي تو يو ان شاء الله بطول العمر والصحه واي حاجه تتمنى حياته ويخليها لينا ان شاء الله يا ربي هانتوما امين. قولي لهم على الشميعه راه قلت لهم هي راه ما كتبغيش تفش عرفتي دابا انا مني داروا لي هادي انا حيت ما تنديرش صافي تناكل حليوه تناكل حليوه هادي تنعتبر نفسي يعني يلا كعدي عام معاكم الصراحه يعني حسبت راسي تزاديت معاكم من جديد وتنبغيكم كاملين وما تسولونيش هكا تقولوا لي دابا عرفتي شحال عندي عندي عام واحد يعني عندي عام واحد على حسب الشمعه اللي طاطه وغادي تكبروا معايا ان شاء الله سنه بسنه يعني عام عام نكونوا هكا مع بعضياتنا يا ربي. وشكرا لكم والله يرضي عليكم الله يرضي على بنياتي على نورا على دنيا على حاجه بسيطه على مول الدار هكا اللي حتى هو يعني فرح فرح بيا بهاد النصره دائما كل عام تياخذوا لي حليوه عارفيني واخا عندي السكر واخا كلشي غادي نسمح لنفسي اليوم ناخذ واخا غير شويه. ومن هاد الفيديو بغيت نشكر كلشي انا راه الدريات هكا خواتاتي راه ما فخباريش انا هكا لا فوزيه لا ربيعه لا زهراء داك تقلقوا علي انا ما فخباريش غير نورا اللي دارتها هي وباباها ودنيا اما انا والله ما فخباري حيت هما اصلا اتصلوا بيا قالوا لي غنجيو عندك غدا. كلهم تنشكرهم من ربيعه اختي فوزيه اختي فاطمه زينب اصاله شعيب امين عثمان يعني كلشي ولاد خويا خوتي كلهم اللي قالوا لي سنه سعيده يعني دائما حنا فينا قايده هكا يعني كل واحد يقول كل سنه سعيده وبطولة العمر وداكشي وهما فرحوا بيا بزاف واتصلوا بيا وتنبغي نشكرهم كاملين وتنشكر كل وحده دخلت عند نورا وقالت لها قول ماماك سنه سعيده حيت هي قالت لهم قبل من هذا عيد الميلاد قالت لي ماما عندها عيد ميلاد. تنشكرهم كاملين شكرا لكم ربي يخليكم ليا ودعوا معايا الله يطول ليا في عمري هكا على قبل بنياتي باش نبقى هكا معاهم يا ربي امين. وفرحانه بكم بزاف هذا عيد ميلاد والله العظيم لا فرحانه بكم
حيت انا ما تنساش عيد ميلاد راه ما تياخذوا لي حليوه تناكلها تمشي نعس صافي صراحه صافي خواتاتي هكا تيجوا عندي الغد اللي تلقاوني دائما مخليه لهم حقهم اما وشويه عندنا حتى شويه مع مبار ستارك شفتوني مع سير خرج والله الا راه نتوما تتبان لي في عيني بانني تعبه بزاف بزاف وما نطولش عليكم الهضره ما كرهتكمش تكونوا معايا غادي ندور الكاميرا حيت سنواتي طيبه وطول العمر ان شاء الله يا السعاده والفرحه بلاتي ندور الكاميرا حيت ماما كتبت الكاميرا دايره كل شيء جديد ندور عليها لا مازالش لي انا لا انا اللي كنشوفك بلاتي حيت هي كتبغي تهضر هكا وتكون الكاميرا مقابله معها واحد الدقيقه شكرا لكم بزاف بزاف وشكرا اللي هكا داروا لي هاد الحليوه اللي تنبغيو وداك العشيه والصراحه اللي تنبغي انا دار لي داكشي غير اللي تنحماق عليه صراحة تنشكرهم بزاف بزاف وتنشكر كل واحد هكا اتصل بيا وقال لي الو من ولاد اختي اللي تنموت عليهم من بنات اختي اللي تنتسطى عليهم من خواتاتي اللي الدم ديالهم تيجري في العروقي من جيراننا من حبابنا من اي واحد تنقول ليه شكرا ليك بزاف بزاف من سليطينا مسكينه هي تتشوف فيا ربما حيت يقولوا الدراري الصغار ما تيبانوش اما هي راه هي في عقلي وفي عيني وفي كل شيء راه هي تنشوف فيها وصافي وهاد الحليوه ان شاء الله الفيديو يكون خفيف ضيف على قلوبكم ماشي شي حاجه غير بغات هكا نورا ودنيا وباباهم هكا يفرحوا بيا وحتى عويشه حتى هي راه هي لهي وصافي ودابا غادي نطفيو هاد الشميعه كلنا مع بعضياتنا كلكم 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 انت اللي تشوفي فيا طفي معايا الشمعه انت اللي تشوف مع تشوف فيا طفي معايا الشمعه نتوما كاملين قولي فين كاينين وقولي فين كاينين ناريين بغيتي نقولو اختي يلا البنات ديروا لا خاطر عندها عيد ميلاد صافي قالوا نتوما كاملين كاينين هنا موح عليكم واجيوكم معايا الشمعه كاملين يلا طفي الشمعه يلا واحد جوج ثلاثه هابي بيرثدي شكرا باش ما تمنيتي الله عيد ويني بغيت ناخذ لك شي كادو ولكن ما عرفتش شي حاجه غلا منك انت هي احسن كادو عندك في حياتي ماشي تقولوا على قبل الفيديو لا دائما دنيا فحال هكا الله يرضي عليها ونورا اقسم لك يمين الا دائما تديروا لي فحال هاد الحليوه ما نقولش لكم تفرحوني بها الله يعمر ربي ان شاء الله يفرحهم ان شاء الله بداك الشيء تيتمناو همايا وانتم كاملين اللي تشوفوا فيا يا ربي تفرحكم وهذه شي حاجه زوينه دابا دنيا انا عرفتها حول هاد الايامات كل مرات تقول لي ماما هكا ماما هكا يعني تيعطيها باباها مصروفه ولا بتنقم بني داك 20 درهم ولا شي حاجه يعني على قلبك الله يرضي عليك بنتي الله يعمر ربي ان شاء الله يعطيك شي حاجه اللي كثير اللي تفرحي بها حبيبه وانتي الله يسهل عليك ان شاء الله شي حاجه قليله بزاف بزاف البنات في حق وانت الله يخليك بنياتك اي حاجه ما غاديش نوفيوها الحمد لله ويا ربي يكون بحال هاد الحويجات يكونوا غير بساط ولكن تيفرحوا الامهات وتيفرحوا هكا الباوات وحتى الامهات تما تيفرحوا بنياتهم وهذه هي الدنيا يعني واحد تيفرح واحد وتنشكركم كاملين ونقطع معاكم الحليوه ان شاء الله اللي غنبغي نعطيها والله العظيم ما كرهتكمش طريف 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 الواحد هذه كلها تكفينا حنا كاملين شفتي العائله اللي عندنا جديده القديمه اللي غادي يدخل مازال يعني هذه الحليوه غادي تكفينا حنا كاملين والله بسم الله هاكم بسم الله والله ما كرهت عليكم كاملين قسما بالله واخا يقول لك ما خصكش تحلفي بالله ولكن ملي تتحلفي على صدق يعني غير حلفي بسم الله يا ربي يا ربي بالصحه وبطول العمر يا سيدي ربي ان شاء الله ونتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جداد كيف العاده واللي يلا كي شاف هذا اللي شاف هذا الفيديو وكان باقي ما تابوناش يتابون على قبل على وجه الله وعلى وجه نور وسلطانه وعلى وجهنا حنا كاملين اللي تنبغيكم ولايك لايك لايك والبارطاج عيد ميلاد ديال خالتكم رشيده اولا ماماكم رشيده وبصحتكم والله يعطيني الصحه يا ربي بسم الله امين يا ربي المهم غزالات ديالي ما نطولوش عليكم فيديو بزاف نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد كيف العاده محليكم وراكم كاملين كاينين هنا